أبو علي قال باي صمد صمود الجبل وكل من كان لي بارد له حسب كيله. مرت للصدر طول الليل زاد السعال تورمين الريات وامسك حياتي بليله. وقلت قد قربت الساعة وحان الأجل يا أحمد ولد ناصر اصبر شوف بقعة قليلة. قصيدة كلمات الأخ أحمد ناصر الوحيشي تعبر بما فيها. يلحنها فايز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان ويقى حازبي مع فيها تسجيلات الفايز دماء. مظلوم ويشفي غليلة ما خاب من سلم أمره لليلة والتكول يفرج أمره ولل خيرات يبقى دليلة سبحان ذي يعلم النيات ما له مثول ويعلم السر وسط الصدر ما حد مثيلة. راضي بحكمه فربي ما حكم به عدول وما تقدر علينا من إلهي نشيله فالحمد والشكر له ما المزن منه هطول يستاهل الحمد في الخيرات منه جزيله. واستغفره من ذنوبي كلها والزلال وادعيه يغفر ذنوبي كلها مني زيره وبسأله جنة الفردوس واحسن محول واعوذ به من جهنم حومها والكليله. ولا تصلي على الداعي لخير العمل محمد المصطفى ذي حارده للرذيله على النبي يا اله الكون سلم وصال ذكر النبي هو شفاء كل النفوس العليله. كل من كان لي بارد له حسب كيله مرضت والصبر طول الليل زاد السعال تورمين الريات وامست حياتي مليله. وقلت قد قربت الساعه وحان الاجل يا احمد ولد ناصر اصبر شوف بقعه قليله. راضي بما كتب كتاب الله وله بمتثل راضي بما كتب الرحمن وله بمتثل ولا حذر من قدر إن جاء نهار وبليلة. بعد اسعفوني فقدت الوعي وجسمي نحول طاق التنفس معي والأكسجين ذي يشيله. الحمد لله ذي قدر وما شفعول ماسك بحبله ولا لغير ربي وسيلة. كان المرض تجربة قد بان فيها الخلول
أشكر من له مواقف زاراني واتصل أو استعد لي بخدمة قط منسى جميلة. شكري للأصحاب وأنسب كلهم مهدبون، شكري للأصحاب والأنسب كلهم مهدبون، وشكرنا خاص لأصحاب القلوب النبيلة، لأبو حسن خاص وأبو هايل مني يصال، لأبو حسن خاص وأبو هايل خصوص يصال، الأوفياء من تكلم ما يخالف مقيلة، أيضا وللأخ أبو جيا الشكر جزال، ابن العبي علي الشبل جا من سليلة. والأهل والأقرباء ما خاب فيهم أمل، عيال وأخوان وأبناء من أصل القبيلة، أبو نسيم عبد ابن الحاج جاب العجل، لولا الظروف قاسية قد ما يفلت أهيله، لو كان جوابه سوى في الشكل دي قد بتول، ضحيت لأجل البنيمي عصب سيله وغيله، وقال بخصم مكان البير يبقى بدول، ليش ما طلبني إننا يمكن لكل العويلة. بس أخوتي للأسف ما شفت واحد سأل، أنا الكبير في مقام الأب ما سيت حيلة، لو كان غيري مريض كان كل واحد حمل، أشدي عملته بهم لا مستحق الفشيلة، أشدي عملته بهم لا مستحق الفشيلة، 20 عام قد شقيت ولا قد أحد حصل، خط الصعب كلها والمستحيل كنت أشيله، أدت في أزل الجميع والكل بسعدي دخل، هل كل واحد سأل فينو وفينو زميله. بدت وشلت الأراضي وابتديت العمل، حفرت الأبيض وسويت كل وسعة طويلة، والبعض قد جاء علي بارد مبرد وشال، والبعض قد جاء علي بارد مبرد وشال، ولا ذكر لي جميل بالعكس ماسك صميلة، الأخ ناصر وفاة الشهر خزي واتصال، ويم نرض قد وقف جنبه وبيدي أشيله، ما ناش مثل بعض الأخوان فلته وانتبول، ليلة تعور حجاز والصبح واصل رحيله. ما حس شي بالملامة من أخوه والخجل، للناس دي يفهموه قد كانت أكبر فسيلة، وعبد ربه بدل ما يسأل اش دي حصل، مكان لي الأخ سعد جنب الزراعي وكيلة، جاي يطلب الدين رايت فيه ذرة خجل، جرح أخو قد نسي ما قدامه من جميلة، أمشي معه صحوه ويمشي معي بالحيول، من سار معه بالوفاء ما ينسي إلا قتيلة، وصل مريك وكام شغلات فيها اشتغل، ولا نجح في عمل حتى ولو هي سهيلة.
من قبل دخل السعودية وريته كمال حق السفر مني أرسلته وعندي دليلة أيضا وحق الزواج جبتها له دبول من البلد الأبو خمسة صارت في شميلة وقايد الحاج شاهد كم تسلم وشال كنت أنجهد له وعليته على ابن أجيله سويت شراكة معاه وابن الصويني دخل ودت صلاة قيمة المبنى ولو هي ثقيلة سافرت وهو شلها وحده وباسمه نقول ولا حسب لي حساب ويستحي من فعيله كم جهدي يشرح اموره بس هذا مثول ولا في فهل الامور في شرح انا بطبيله تلقاه مع الغير بايز من معا من زمول لكن مع الاقرباء والاهل يشفي قليله واكبر دليل في عيال عبد الغني يمزعل غفر نسيبه ديال قدره وملوي غسيله كنت أحسبه إن والعاقل وفيها الوقول لصوب السهم ما لا نسلم إلا جليلة ما لا يخبر على حد مات ولا رحول ما شفت له تعزية في الأم ذيه فضيلة صبري عليكم وعند الله لي ألف حول هل كل واحد لعاء يرجع لعقله وخيله برغم هذا ونجمي دايما ما أفول في السما زاد فيه الضوء وزاد في شعيله قال المثل ما تعزك ويحيك وجبول ولا الأصاطيل ذي في البحر يمكن تحيله وتنصح أولادي الهمة وترك الكسل عيشه بعز قدر سب من عاش عيشه ذليله وفقهم الله جميعا للطريق السهيلة بدات عمر بدعي الباري بعد عطول لن يمرث له مواقف وسط قلبي جليلة بدات عمر بدعي الباري بعد عطول لن يمرث له مواقف وسط قلبي جليلة والختم صلي على الداعي لخير العمل محمد المصطفى ذي حارب أهل الرذيلة على النبي يا إله الكون سلم وصول ذكر النبي هو شفاء كل النفوس العليله